سنة سعيدة لكل أبناء مدينة زي ولكل أبناء هذا الوطن، سنة سعيدة مليئة بالأفراح بحول الله. لا نريد رؤية مزيد من الجثث داخل البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي، لا نريد مزيد من الأخبار التي تتحدث عن نساء مدينة زايو والجوار اللواتي تنجبن على الطريق صوب الناظور أو صوب بركان، لا نريد مزيدا من المآسي. نريد سنة 2019 أن تدخل علينا بالأفراح والمسرات. شكرا جزيلا مالك سيو سيتي على هذه الالتفاته، وتستاهل ان شاء الله كبيره بان نقدم هذه الشهاده. مشاهدينا الكرام، مشاهدي زيو سيتي بوان نيت، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. لقاء اليوم لقاء خاص، خلاله نودع سنة 2019 بإيجابياتها وسلبياتها، بأشيائها الجميلة وأشيائها السيئة، لكن تبقى سنة مرت علينا داخل مدينة زيو وفي عموم تراب المملكة. سنة 2019 قيمناها داخل موقع زيو سيتي بوان نيت، فكانت النتيجة أن الإيجابيات كانت بشكل قد نقول وافرة. قررنا داخل الموقع وكما هي عادتنا خلال نهاية كل سنة أن نحتفي بأبناء مدينة زيو الذين قدموا لهذه المدينة أو قدموا لعموم الوطن أشياء تذكر وتشكر. شخصية سنة 2019 مناصفة بين وجهين، أو كما قال الأخ يوسف توفيق، بين إبراهيمين، إبراهيم الماحي رئيس نهضة زيو لكرة اليد، والرفيق إبراهيم العبدلاوي عضو المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان. بداية سوف أقوم بشرح بسيط لكيفية الاختيار. زيو سيتي قررت أن تخصص لجنة يا كاسم مصطفى، نعم، ان تخصص لجنه يرأسها الاخ مصطفى الوردي مدير الموقع، وتحت اشراف مجموعه من الزملاء ومنهم كتاب واساتذه داخل موقع زيو سيتي. اخترنا ابراهيم العبدلاوي واخترنا ابراهيم الماحي برجوعنا الى ارشيف زيو سيتي خلال سنة 2019. أخبار هذين الوجهين طغت بشكل كبير، متابعة متابعينا أو متابعي زيو سيتي كان لهذين الشخصين نصيب الوفر من المتابعة، وبالتالي كان لابد أن نختار إبراهيم الماحي وإبراهيم العبدلاوي. هنيئا لكم أفضل جمهور، فريق رائع رغم أنه حديث العهد في القسم الممتاز. تحية لك سي إبراهيم. سي إبراهيم العبدلاوي كان له حضور وازن على المستوى الحقوقي بدفاعه المستميت عن ضحايا كولونيل مبارك. هذا احتفال بسيط على شرف الوجهين. هذا الاحتفال يعني مفتوح. الإخوان الحاضرين نرحب بالجميع،
بداية بدي بسي إبراهيم المحي وسي إبراهيم العبدلاوي شي كلمة خفيفة بالمناسبة، ونمروا الباقي الإخوان ونمروا الاحتفال الموسيقي مع السي العازف ديالنا السي كمال السعيدي والأخ اللي عادة اللي ولفناه في زيوسيتي مولاي اللي يخلف. أولا كنشكروا الموقع ديال زيوسيتي .net على هذه الالتفاتة وهذه المبادرة اللي شفناها عدة سنوات ديال ربما المؤسسة الوحيدة اللي كتفكر في الأبناء ديال المدينة وكتحاول تعطيهم واحد رد الاعتبار واخا يكون بسيط ولكن كتحس به من الأعماق ومن الداخل. شكرا زيوسيتي.net وعبركم كنوجه التحية والسلام المتتبعي ومشاهدي وزوار هذا الموقع المميز، وكيف ما كنقولوا وراء كل موقع متميز طاقم إداري وتقني رائع. صراحة هذه البادرة كنشكركم عليها بزاف، حيت مني كتكون كتشتغل في واحد الحقل وكدير واحد المجهود، شي مرة كتبقى غير مع راسك كتقول يمكن أنا راني كندير هذا الشيء هذا غير راسي، فهمت، راني كندابز وكنطيح وكنوض وكنبني ونهدم غير بوحدي، وفي الأخير كتحس براسك بلي أنه كاين أيادي ملتفة حولك. وهذا الاحتفاء اللي خصاتو زيوسيتي .net صراحة دا غادي يكون عنده واحد البصمة كبيرة في القلب ديالي خاصة، واللي عطاني واحد الجرعة معنوية كبيرة اللي وصلت للعمق، وغادي تخلي أي واحد في المكان ديالي أنه يزيد يشتغل ويتحرك. ومن هذا المنبر هذا كنبغيو نقولوا للساكنة ديال مدينة زايو قاطبة بلي أن حتى شي حاجة راها ما مستحيلة، وراه مدينة زايو تزخر بالمواهب وبالقدرات وبالكفاءات، وأي واحد اشتغل بصدق ودار مجهود راه ربما يوصل. والحمد لله كنشوفوا مجموعة ديال أبناء مدينة ديال زايو وصلوا في المجالات ديالهم وناجحين بزاف بزاف، وكنشكركم مرة أخرى بزاف على هذه المبادرة هذه، وانا جد فرحان جد فرح على هذا الاستقبال هذا وهذا الاحتفاء مع الاخوه ديالنا داخل بلاصه زي سيتي بوان. مرحبا سي ابراهيم. سي ابراهيم العدلاوي، هي لحظه غاليه من العمر، اؤرخ لها 31 دجنبر 2019 ليله توديع سنه 2019 واستقبال 2020، أن أكون مدعوا لدى موقع زيو سيتي هو بالنسبة إلي شرف كبير، ولكن أن أكون مدعوا وأن أكون كذلك مقربا من طرف هذا الموقع فإنه بالنسبة إلي يخلق لي كثيرا من الأحاسيس، لأن في هذه اللحظة وفي هذه الليلة وفي غمرة هذا التكريم يحضرني الغضب ويتحضرني الانتهازية ويحضر معي صور كل الذين يحملون العصا لتلجيم صوت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان. ولكن في ليلة رأس السنة كيعيطوا لنا الناس ديال الصحافة، ما كيعيطوا لناش الجمعيات، ما كيعيطوا لناش الأحزاب، ما كيعيطوا لناش البرلمانيين، ما كيعيطوا لناش الناس اللي مسؤولين بهاد الأمة هادي، كيتلقى المفاجأة وبالإصرار ديال أنه موقع ديال زيو سيتي كيستدعيك السي العدلاوي، وبجنبي كيحضر الأستاذ والرياضي الماهر والباهر حتى بالنتائج ديالو أقول، وكيحضروا معنا كيقول لك نريد ان نحيا معكم هذه الليله وان نودع سنه 2009 الا بحضوركم. هذا بالنسبه لينا يدفعنا على الدوام ان نكون مدينين للعمل الشريف وللعمل الانساني الذي تقوم به زيو سيتي، لانني اعرف بحجم المتطلعين على زيو سيتي من الخارج، أعرف بأنه بالنسبة لهؤلاء كل الأباء ديال مدينة زيو
وكثير منهم لا ينام حتى يراقب هذا الموقع. شكل لدينا نحن أبناء هذه المدينة واحد النوع ديال العاطفة المشتركة ولا واحد العقل المشترك. بالنسبة إلي كنقول بأنه لا يكفي أن أشكر زيو سيتي على هذه المبادرة، وحتى بكل اللغة إذا حاولت أن أعبر عن شكري لهذه المبادرة لن أحاول أن أوفي مالك زيو سيتي الأخ العزيز والصديق مصطفى الوردي، الصديق سعيد القدوري، الأستاذ سعيد القدوري، الأستاذ والباحث النابت المهوس بالإعلام، كلهم هاد الوجوه بالنسبة إلينا في هاد الليلة. واحد الالتفاتة عجيبة اللي ما غاديش نلقاو الكلمة باش غادي نثنيهم، ولكن لابد وأنني أجزاء هذه اللحظة ديال التكريم وديال بالمدينة ديال زيو باش نأكد بأن التكريم الذي تفضلت به موقع زيو سيتي هذه الليلة بالنسبة إلي هو في حد ذاته تكريم لكل الفلاحين والفلاحات وانخراط معهم وفي قضيتهم، لأن الهيئة لم تكن لو لم تتبنى هذا الملف بالرغم من كل العصابات ومن كل من يتحالف معه في آخر المطاف، الأرض لمن يحرثها ولأصحابها وليس لكورونيل الدارك اللي كنقولها. هذا التكريم مهدى كذلك لك المرأة اللي حرصت زيو سيتي باش تبات معها وباش تحتج معها حتى رجعناها للبيت ديالها. هذا الإهداء مهدي لكل ضحايا ديال حقوق الإنسان محليا. سي ابراهيم غادي نواصلوا، غادي نواصلوا يعني البرنامج ديالنا وكشي مش لاميت قال خلينا اليوم نحتفلوا. شكرا جزيلا. ربما غادي نمروا لواحد الوصلة غنائية مع السي كمال.
نملي وردي وقال لي حلوة يا روسي طلعت يا مهلا نور شمس الشموس يلا بنا نملا ونحن لا نملا فوقوس. هذه المناسبة أولا كنشكروا الموقع ديال zyocity.net على تخصيص هذه الليلة هذه لتكريم وجوه أعطت الكثير للمدينة. تكريم السي إبراهيم العبدلاوي دائم رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان هو تكريم الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في ربوع الوطن وتشجيع لها. كنعرفوا بأن الهيئة المغربية هي واحد تجربة فتية وكتحتاج تشجيع نظرا لحجم الملفات المطروحة الطويلة. كما نهنئ السي الماحي إبراهيم على التكريم ديالو، مزيد من العطاء إن شاء الله. وكنتمناو ساكنة زيو ومغاربة الداخل والخارج سنة سعيدة مليئة بالأفراح والمسرات. كنتمناو لمدينة زيو مزيد من التحسن في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وسنة سعيدة للجميع وشكرا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة للتكريم ديال الأخ عبد اللهوي، التكريم كان في الحقيقة كان يستحق، لأنه أخ عبد اللهوي راني حنا معاه عضو في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أنا كيدير واحد المجهود فوقاش ما كتكون شي حاجة في زايو ولا كنتصلوا به سواء بالنهار ولا بالليل كيكون حاضر. كيقوم بواحد الواجب اللي ما ظنيتش يقوم به شي واحد داخل مدينه زي. شكرا. وبهذه المناسبه هذه اللي ربما كتذكرنا من اشياء قليله اللي كنشوفوها زوينه في هذه المدينه، هذه الشخصين اللي كيمثلوا واحد الحدث دايما ولا مجموعه الاحداث في المستوى الرياضي في المستوى الحقوقي اللي ربما مضيئه في هذه المدينه هذه. ففي هذا اليوم هذا كان فرحانين ان جوج شخصين وخصوصا الصديق ديالي والشريك ديالي لا في الدراسة ولا في الرياضة ولا في العمل ولا في النضال السي إبراهيم الماحي ولا الأستاذ ديالنا إبراهيم العبدلاوي. فهذا شرف للمدينة وشرف لهاد الشخصين هادو أنهم يكونوا كقدوة للناس، فإن في السنة الجديدة يكونوا تطلعات أخرين وطموحات أخرى باش أننا نقدروا نحققوا مجموعة الأهداف من غير هادو اللي تحققت في 2019 رغم أنها قليلة، ولكن نتمنى 2020 تكون أهداف أخرى وتكون أحسن من هذا الشيء إن شاء الله. نقول سنة سعيدة جميع أبناء مدينة زايو، سنة سعيدة لجميع المواطنين وسواء اللي كاينين داخل المغرب أو خارج المغرب. نتمنى إن شاء الله السنة المقبلة والسنة اللي رحنا دابا داخلين فيها 2020 تكون سنة متميزة، تكون فيها العطاء وتكون فيها الجديد وتكون سنة أحسن من السنة اللي ودعناها. وكذلك كنشكر زيو سيتي وكنهنئها بهذه المناسبة على هذا العمل الكبير والجبار اللي كتقوم به. يعني هذا يعني من حظ مدينة زيو أنها عندها موقع إلكتروني متميز ومحايد في هذا المستوى هذا. وشكرا. في البداية كنحيي متابعي موقع زيو سيتي يعني داخل وخارج أرض الوطن أينما كانوا وحيثما وجدوا، كنقول لهم سنة سعيدة وكل عام وأنتم بخير، الله يدخلها عليكم بالربح والخير وما تمنيتوا إن شاء الله كلها أفراح ومسرات. بالنسبة للاختيار كان كما شرت في البداية السي سعيد، هذه تقريبا شي 3 شهور وحنا كنشتغلوا في هذا المجال، يعني اتصل مجموعة ديال يعني الناس اللي كيتابعوا معنا موقع زيو سيتي، كاين اساتذه كاين موظفون كاين بعض ابناء الجاليه، والاغلبيه ديالهم كيقولوا لنا السي ابراهيم الماحي يعني رفع حقيقه الرايه ديال مدينه زيو ووسع القاعده ديالها وحبب الرياضه يعني لواحد الفئه عريضه ديال ابناء زيو. قال لك الا ما درتوش التكريم السي ابراهيم الماحي ومن خلاله يعني الفرقه ديالو والمكتب النادي بصفه عامه يعني غادي يكون التكريم يعني ناقص. وحنا في البدايه يعني كان عندنا هاد التوسع
وما بغيناش نقولوه الناس يعني باش ما نوجهوهمش، ولكن هما اللي كيقولوا الناس سي ابراهيم المحي سي ابراهيم المحي، وحنايا رحنا جزء يعني من الكل بفضل يعني هاد الفرقه، ولا زيو كنسمعوه في التلفازه، جات هنايا القناه الرياضيه نهار اللي تلعب الماتش ديال زيو تازا الناس ما لقاتش فين تلعب. بهاد المناسبه كندعو المسؤولين باش تكون واحد القاعه مغطاه ثانيه، يعني يحببوا الناس هاد الرياضه. بالنسبه للمجال الحقوقي كما نفس الشيء، يعني مع من ما كتهضر وكذا كيقول لك السي ابراهيم رجل الميدان، فين ما كتمشي كتلقاه هو الاول. القضيه حنا مدينه زايد كما كنعرفوا مدينه محافظه، تهز الراي العام المحلي نهار اللي شاف واحد السيده هي والاطفال ديالها في الشارع، يعني مدينه زايو الاطفال ديالها كانوا في الشارع عرضه للضياع عرضه للتشرد يتحرموا بالدراسه ديالهم، لقاو الهيئه المغربيه لحقوق الانسان كترافع عليهم كتحتج متشبته بهم، وبالفعل استطاعت المرافعه ديالهم الايجابيه واللي حببوها الناس بزاف، واللي اسالت دموع الكثير ان هاد السيده ما تضيعش ما تشردش ترجع للبيت ديالها. لا يعقل كتلقى واحد الجمعيه وكتلقى واحد الشخص مهاد الطينه وما تكرموش. التكريم راه رمزي وهو في نفس الوقت رساله لابناء زيو داخل وخارج ارض الوطن باش يتطوعوا، ما نبقاوش نفكروا غير في روحنا وغير في نفسنا وكذا، نطوعوا تكون عندنا هاد الثقافه ديال التطوع، تكون عندنا هاد الثقافه ديال العمل الجمعوي، تكون عندنا ثقافه نكران الذات. السي ابراهيم العبدلاوي ايضا راه ما نساوش كيتحاكم. علاش كيتحاكم؟ ماشي راه دار شي حاجه شخصيه ولا، كيتحاكم لانه ترافع على الفلاحه ديال مدينه زايو اللي كما كنعرفوا كاملين الارض ديالهم سلبت منهم، فلم يجدوا الا هذه الهيئه الحقوقيه وهذا الرجل الذي هو يتابع اليوم في المحاكم، ولا نعرف ماذا يخبئ له المستقبل. ومن هذا المنظر انبس في اذن ابناء زيو بان لا يتركوا هذا الرجل لوحده، عليهم ان يقفوا وقفه رجل واحد وان نناصره لانه لم يرتكب جريمه. هو صوت حقوقي يدافع عن المظلومين. اذا ماذا فعل هذا الرجل ليجرجر كما نقول في المحل؟ تحيه لهذين الرجلين، ومن خلالهما نحيي جميع الذين يتطوعون ويبذلون المجهودات ويزرعون شجره لتعطينا ثمارا ايجابيه. وصلنا للختام هذه السهره الخاصه بنهايه سنه 2019. نتمنوا 2020 نخليو كل شيء السلبيات ديال سنه 2019 مورانا، والايجابيات ناخذوها معنا لسنه 2020 ونزيدوا نطوروها باش نزيدوا بهذه المدينه لقدام وبالبلاد ديالنا عموما. شكرا لكل الاخوه اللي تابعونا على المباشر من خلال الصفحه ديال ابناء زيو في العالم ولا الصفحه ديال زيو سيتي على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لمتابعينا وابناء زيو في كل مكان. شكرا ابناء هذا الوطن. شكرا لكل متابعي زيو سيتي بوانيت. بالمناسبه يعني لا بد اننا نقدموا بجزيل الشكر لجنود الخفاء ديال هذا الموقع وعلى راسهم السي فريد العلالي مدير نشر الموقع، السي مخرج ديال هذا البرنامج الجميل والرائع السي محمد النابت الشاب الوسيم، كذلك السي المصور ديالنا السي عبد الجليل الباكوري، عين زيو سيتي داخل المدينه، السي عادل الشقراني يعني القلم الذي لا ينام داخل موقع زيو سيتي بوانيت، الوجه اللي حاضر دائما داخل الموقع، كل الطاقم ديال موقع زيو سيتي اللي دائما متواجد في قلب الاحداث. سعيد وما ننساوش يعني جنود الخفاء في اوروبا المراسلين ديالنا. اكيد المراسلين ديالنا. الحاج البالي. السي ختاش. السي ختاش. السي احمد عبد الخالق. السي عبد الله الوردي. من هذا السي عبد الله من هذا.
المنبر حتى هما كنحييهم السي بقولي وجميع جميع الناس اللي كيحبوا هذا الموقع وكيعاونوه معنويا والجهد ديالهم. باش ما ننساوش سي مصطفى الكتاب ديالنا اللي دائما كيكتبوا معنا داخل الموقع، مجموعه من الاساتذه، مجموعه من المثقفين كيكتبوا معنا داخل الموقع. حسين اجعير اكيد، استاذ سلام اكيد، سي المقليد، سي المؤمني، لا نسينا شي واحد يسمح لنا، وكذلك مجموعه من الاطارات اللي كتدعم الموقع. والدعم حنا فين كيتجلى بالنسبه لنا هو في انهم كيكونوا حاضرين معنا، من كنوجهوا لهم الدعوه كيكونوا حاضرين معنا، يعني كيثيقوا في الموقع. سنه 2019 على ما اعتقد شهدت واحد المتابعه في حق زيو سيتي بوانيت. ديك الساعه يعني هذا من الحوايج الاليمه اللي عشناه، ولكن في هذيك الساعه عرفنا القيمه ديال الموقع، وعرفنا القيمه ديال هاد الاخوان اللي كيشتغلوا داخل موقع زيو سيتي بوانيت، وعرفنا المحبه اللي كتكنها ساكنه المدينه والجاليه الموقع. رب ضاره نافعه في الحقيقه. سنه سعيده وكل عام وانتم بألف خير. شكرا. ابراهيم خط الاحمر.